السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كتاب لايف إليمنتري، طلاب كتاب لايف الأصفر، نستكمل يونت 10. يونت 10 سي هنا بيقول لي طبعا work working group، اشتغل طبعا في مجموعة. discuss these habits، ناقش هذه العادات. from A to M and decide what you think about each one، وقرر تمام اللي انت بتعتقده عن كل واحدة. هنا بيقول write true if you think it's a good habit، اعمل علامة صح لو هي بتعتقد ان هي عادة كويسة. write هنا طبعا اعمل علامة الداش دي if you think it isn't good or bad، هتعمل شرط لو انت بتعتقد ان هي لا هي كويسة ولا هي سيئة، تعمل علامة الداش الشرطة. تمام. رايت فولس، هنكتب طبعا العلامة بتاعة الفولس الخطأ. تمام. if you think it's a bad habit، لو انت بتعتقد ان طبعا دي شيء سيء. نشوف هنا بيقول لي طبعا drinking lots of coffee every day، اللي هو شرب كثير من القهوة كل يوم. طبعا دي احنا زي ما احنا معروف اللي هي بنقول عليها bad habit. طيب brushing your teeth twice a day، تفريش اسنانك مرتين في اليوم، طبعا دي تعتبر من ال good habits، العادات الكويسة. swimming every morning، السباحة كل صباح، لا هي كويسة ولا هي وحشة، فهنا نعمل داش. singing in the shower، الغناء في الحمام برضو لا هي شيء كويس ولا هي شيء وحش، نعمل علامة الداش. تمام. عندي بعد كده biting your fingerprints، عض أظافرك، طبعا دي عادة سيئة. buying the same newspaper every day، ان انت بتشتري نفس الجريدة كل يوم، تمام، طبعا دي تعتبر تعتبر من العادات اللي هي العادات الكويسة. برضو eating chocolate، اكل الشوكولاتة عادة سيئة. checking your phone during meals، هنا بيقول لك انك انت تبص في الجوال بتاعك اثناء الاكل انت وبتاكل، عادة خاطئة. smoking cigarette، شرب السيجار، طبعا عادة خاطئة. practicing the guitar for 30 minutes a day، اللي هو ممارسة ممارسة الجيتار طبعا لمدة 30 دقيقة في اليوم، طبعا دي تعتبر لا هي برضو شيء كويس ولا هي شيء وحش. تمام. putting sugar in tea، وضع السكر في الشاي، طبعا دي تعتبر عادة عادة سيئة. تمام. not eating breakfast، ان انت مش بتاكل الفطار، طبعا دي عادة سيئة. learning 10 new English words every day، تعلم 10 كلمات جديدة في اليوم، طبعا دي عادة عادة كويسة. طيب يبقى دي طبعا تعتبر suggested answers، يعني اجابات اجابات مقترحة. تمام. بس هي طبعا الغالبية اللي احنا قلناها. تمام. يعني الجود هابتس هنا بي وسي وجي وام، دي تعتبر جود هابتس. الباد هابتس العادات السيئة اي واي وجي واتش واي وكي وال، تمام، دي عادات عادات سيئة. نوت جود اور باد، اللي هي الدي والاف، طبعا بنقول عليها نوت جود ونوت نوت باد، الدي والاف. تمام. دي والاف نقول عليها نوت جود نوت نوت باد. انا في رايي برضو اللي هو سويمنج افري مورنينج، السباحه كل صباح، تعتبر برضو نوت جود نوت باد، برضو هنعملها تبع تبع الداش، تبع اللي هي اللي هي الشرطه. تمام. طيب تعال نشوف التمرين اللي بعدها. هنا طبعا هنا بيقول لي جود ليرنينج هابتس، عادات عادات good learning habits، تعلم عادات جيدة. people، تعلم عادات تعلم عادات جيدة، ونكبر كده عشان نضرب راحتنا. هنا بيقول لي people who learn to do something really well nearly always have good routines and habits، الناس اللي هي بتتعلم طبعا ان هي تعمل اشياء تقريبا بصفة مستمرة. have good routines and habits، عندها طبعا روتين كويس وعادات كويسة. take the retired Olympic swimmer مايكل فيليبس، هناخد الحالة كمثال معانا السباح الاولمبي اللي اسمه مايكل.
when he was training, لما هو كان بيدرب, he trained 365 days a year, كان بيدرب 365 يوم في السنة, and he had the same training routine every day, كان عنده نفس الروتين اليومي بتاع التدريب كل يوم. He got up at 6:30, كان بيستيقظ الساعة 6:30, and had breakfast, وكان بياخد الفطار بتاعه. He ate exactly 6,000 calories every day, كان بياكل 6,000 سعر حراري في اليوم. Then he swam for 6 hours a day, بعد كده كان بيسبح لمدة 6 ساعات في اليوم. Before a race, قبل السباق, he always listened to very hip hop music, كان بيستمع إلى الموسيقى العالية, موسيقى الهيب هوب, نوع من أنواع الموسيقى طبعا. Phillips has won 23 أولمبيك جولد ميدالز, الرائد طبعا فاز ب 23 ميدالية ذهبية أولمبية, and 28 أولمبيك ميدالز in total, و 28 ميدالية أولمبية في الإجمال. تمام, نشوف هنا برضو, هنا طبعا بيقول that's more than any other person in history, وطبعا دي عدد الميداليات دي أكثر من أي شخص آخر في العالم. Habits are useful, العادات كويسة ومفيدة. For all of us, للجميع. We brush our teeth without thinking, احنا بنفرش أسناننا بدون تفكير طبعا. So we don't have problems with them, عشان ما يكونش عندنا مشكلة فيهم, ما يحصلهاش تسوس أو كده. Most people travel to school or work the same way every day, معظم الناس بتروح إلى الشغل بتاعها ومدرستها بنفس الطريقة كل يوم. And don't get lost, ومش بيتوه. And when we want to learn something new, لما نحب نتعلم شيء جديد, like a musical instrument, زي تعلم آلة موسيقية جديدة, it's important to have a daily routine, من المهم ان احنا ناخد لنا تدريب يومي. Such as practicing for 30 minutes, زي مثلا احنا نتمرن لمدة 30 دقيقة. Before breakfast, قبل ايه؟ قبل الفطار. هنا بيقول لي of course, بالطبع طبعا. Of course, habits can also be bad and more difficult to change. إن العادات دي ممكن إن هي تكون سيئة, تمام, أو أكثر إيه, أو أكثر صعوبة وتحديا. For example, على سبيل المثال, imagine someone works in an office. تخيل إن الشخص بيشتغل في مكتب. Every day his colleagues, بيقول لي كل يوم زمايله, go to cafe, بيذهبوا للمقهى during the break, أثناء الراحة والفسحة. He goes with them, هو بيروح معهم, and buys coffee and cake, وبيشتري طبعا القهوة والكيكة. It's fun, الموضوع طبعا مضحك. So he does it again the next day, عشان كده هو بيعمل كده برضو في اليوم التالي. And the next, وبرضو الأيام, هي الأيام التالية. Soon it's a habit, قريبا يصبح هذا بالنسبة له عادة, اللي هي شرب القهوة وكده. He is spending more money, هو بيقضي فلوس كثيرة وبيصرف فلوس كثيرة. Drinking more كافيين, في شرب كافيين أكثر. And eating too many calories, وإن هو يأكل سعرات حرارية برضو أكثر. According to researchers, طبقا لكلام الباحثين, at the University College London, في كلية لندن, most people, معظم الناس, can make something into habit after 66 days. معظم الناس تقدر ان هي تحول الاشياء اللي هي بتعملها لعادات بعد 66 يوم of routine, من الروتين اليومي, and repetition, والتكرار اللي هي بتعمله. Stopping a bad habit, توقيف العادة السيئة, giving up smoking, زي مثلا الاقلاع عن التدخين, can take longer, ممكن ان هو ياخد مننا فترة طويلة. Up to 254 days, أكثر من 254 يوم في على مدار السنة طبعا, عشان نقدر نوقف هذه العادة. One conclusion was that the situation is important, الموقف طبعا مهم جدا for a habit, للعادة. So if you are going to change the habit, عشان كده لو انت راح تغير عادة of having coffee, زي مثلا تناول القهوة and cake every day, والكيكة كل يوم, don't go to the cafe, ما تروحش للمقهى, but go for walk, ولكن بدلا من هذا روح اتمشى. In other words, بكلمات أخرى, change the situation and start a new routine, غير الموقف بتاعتك وابدأ روتين جديد لنفسك. تعالوا نشوف الأسئلة. طبعا هنا بيقول لك number one, هنا بيقول لي what was Michael's Philip habit before race, ايه كانت العادة بتاعت مايكل فيليب. العادة بتاعته طبعا نشوف هنا من العادات بتاعته,
طبعا هو هنا كان بيتدرب ايه، هي ترينز 365 دايز، اي كان بيتدرب حوالي 365 ايه يوم في السنة، تمام. ده من العادات بتاعته طبعا. وبرضه هنا ايه بيقول لي هي listened to loud hip hop music، كان استمع الى الموسيقى الهيب هوب. طيب نمبر 2، وات واز هي ون، طبعا هو فاز بالميداليه الاولمبيه. يبقى انا هنا اقول له ايه، هي ون 28 اولمبيك ميدلز، فاز بحوالي 28 ميداليه اولمبيه، 23 اوف ويتش ار جولد، و 23% منها كانت ميداليات ايه، ميداليات ذهبيه. طيب نشوف نمبر 3 هنا بيقول لي وات اكزامبلز اوف يوسفول هابتس، هي الأمثلة على العادات النافعة. Are there in paragraph 2، اللي هي موجودة في paragraph 2. طبعا أدي عندي أنا paragraph 2 هنا، ده يعتبر ده paragraph الأول، ده paragraph الثاني. العادات النافعة اللي هي موجودة هنا زي brush our teeth، إن إحنا بنفرش إيه، بنفرش أسناننا، تمام. وبرضو learn something new، إن إحنا بنتعلم إيه أشياء جديدة، دي العادات النافعة بالنسبة لنا. طيب نشوف بعد كده نمبر 4 بيقول لي why does coffee and cake، ليه الكوفي والقهوة at the cafe become habit، ليه الكوفي والقهوة في المقهى طبعا بيصبحوا عادة، بسبب ايه، بسبب التكرار، تمام. وبسبب برضو ان هي شيء من المرح والمتعة، تمام، because it's fun، لان الموضوع فيه مرح ومتعة. اكل الحلويات عموما يعتبر من الحياة الممتعة. طيب نمبر 5، why it's a bad habit، اللي هي طبعا هي عادة سيئة. because you spend more money، انت بتصرف فلوس كثيرة. eat too many calories، بتاكل سعرات حرارية كثيرة. and drink more coffee، وبتشرب برضو ايه قهوة كثيرة. نشوف بعد كده how long can it take to stop a bad habit، كم الفترة اللي ممكن تقضيها عشان توقف عادة ايه، عادة من العادات السيئة، تمام. طبعا ان انت ممكن تاخد لك ايه حوالي 254 days، 200 ايه 254 يوم او اكثر، او ممكن ايه up to اكثر من ايه 254 يوم. طيب نشوف هنا بيقول لي how can you change a habit، كيف تقدر تغير العادة بتاعتك، اللي هي change the situation، تغير الموقف اللي انت بتكون ايه بتكون فيه.